يا شباب، معاكم زميلتكم أمل من تيم أمر كورس. بإذن الله النهاردة هنشرح المحاضرة السادسة في الكارديو بعنوان مايوكارديال ديزيز. قبل ما نبدأ نفتكر زميلنا محمد الدسوقي وكل موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، ونستحضر نيات المذاكرة: عبادة لله، بر الوالدين، تعليم الناس الخير، وكل نيات الخير عموما. بسم الله. احنا عارفين طبعا ان الكارديو بيتكون من 3 طبقات، اللي هو الاندوكارديوم. الاندو ده اللي هو مسؤول، اللي هو عباره عن الفلفات والميورال، تمام، والميورال تيشو. وبعد كده عندنا البريكارديوم اللي بره، والاندوكارديوم اللي جوه، قصدي المايوكارديوم، استغفر الله العظيم، المايوكارديوم اللي هو المسلز اللي بتكونتراكت. يبقى تاني عندنا الطبقه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده اللي هي ايه، المايوكارديوم. المايوكارديوم دي عباره عن الماسلز اللي هي بتكونتراكت وبتعمل ايه، معظم فانكشن القلب عموما. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم عن مايوكارديال ديزيز. قالك ان المايوكارديال ديزيز هي مش بسبب اسكيميك، مش بسبب مشكله في الفالفات، مش بسبب اي حاجه خالص غير حاجتين: المايوكاردايتس اللي هو انفلاميشن في المايوكارديوم، والكارديومايوباثي. تمام، وبيبقى ايديوباثيك. تمام. يبقى تاني قالك الكارديال ديزيز مش اسكيميك، مش فالفولار، مش هايبر تنسيف، مش انفلتريشن، مش ميتابوليك، مش توكسيك، مش نيوروماسكولار، مش اي حاجه. هي مشكلتين بس، اللي هو المايوكارديتس والكارديومايوباثي. مايوكارديتس والكارديومايوباثي. نبدا اول حاجه بالمايوكارديتس. ايتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن. شطار. ايتس يعني انفلاميشن. انفلاميشن في ايه؟ في المايوكارديوم بتاع القلب. يبقى المايوكارديتس ده عباره عن ايه؟ اكيوت انفلاميشن في المايوكارديوم. تمام. طب ايه اسباب الانفلاميشن ديت، او ايه اللي بيعمل لنا مايوكارديتس؟ اسباب كتير هنسكمها في 4 اي بس. اهم معلومه ان هو اكتر سبب بيعمله اللي هو الانفكشن، اللي هو الفيروس. تمام. يبقى الفيروس ده الموست كومن، الموست فريكوينت باثوجين. تمام. طب نمسك الاربعه اي. اول اي اللي هو ايديوباثيك، لا يعلمه الا الله. تمام. يبقى مايوكارديتس بنسكمها في 4 اي. اول اي اللي هو ايديوباثيك، تاني اي اللي هو انفكشن. الانفكشن بقى بكل انواعه. يعني ايه الانفكشن بكل انواعه؟ يعني فايرال. واحنا قلنا ايه ده اهم حاجه الفايرال، ده الموست كومن او الموست فريكوينت باثوجين اللي هو يعمل لي مايوكاردايتس. تمام. قال لك بارازيتك. تمام. بس نعرف اهم حاجه ان البارازيتك ده لازم يكون في شخص مناعته ضعيفه، سواء التريبونوما او التوكسوبلازما، لازم تكون في نيو بورن او اميونو كومبرومايزد. يعني ايه مناعته ضعيفه؟ لان اصلا البارازيتك باثوجين ضعيف. تمام. فلازم ان الشخص يكون ضعيف علشان ياثر عليه. تمام. ممكن يكون بكتيريا زي ايه؟ ستريبتوكوكس. واحنا عارفين ان الستريبتوكوكس بتعمل الروماتيك هارت ديزيز، فهي تعمل لنا ايه؟ روماتيك كارديتس. تمام. زي والسبيروكيت والريكتيشيال. تمام. يبقى تاني اي ايه كان عندنا الانفكشن. وهنعرف عن كل انفكشن او كل باثوجين معلومه مهمه، ان الفيرال ده ايه؟ ده الموست فريكوينت. هناخد في البارازيتك لازم أن يكون اميونو كومبرمايز. في البكتيريا اللي هو الستريبتوكوكس بيعمل روماتيك كارديتس. تمام. تالت اي ايه اللي هو اميونولوجيكال. تمام. تالت اي اميونولوجيكال. تمام. زي السيستميك لوبس اريثروميتوس. تمام. يبقى ايه تالت اي اللي هو اميونولوجيكال. تمام. رابع اي اللي هو ياتروجينيك. الدراج والتوكسيك بيعمل لنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، فممكن ياثروا على المايوكارديوم. اهم حاجه الادويه دي لازم تتحفظ 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 تتحفظ. الميثايل دوبا، البنسلين، السلفونامايد، والانتيبيوتكس. انا كنت مسكماها في اي بي سي دي. تمام. الايه الانتي تيوبركلوس. تمام. البي هتبقى بي كده. تمام. اللي هو بنسلين. السي اللي هو السلفونامايد. تمام. سي سلفونامايد، هي مش بالسي، هي بالاس بس نسميها سلفونامايد. الدي اللي هي عيله الدوبا، اللي هي الميثايل دوبا. تمام. ده الياتروجينيك. اخر واحد اللي هي الراديشن. الراديشن ممكن تعمل مايوكارديتس، بس اكتر حاجه بتعمل ايه؟ بيريكارديتس. هو بيسجل. تمام. بيسجل. يبقى نرجع تاني، احنا قلنا ايه اسباب المايوكارديتس؟ قلنا 4 اي. اول اي اللي هو ايديوباثيك، تاني اي اللي هو انفكشن ونعرف ان هو الموست فريكوينت الفايرال. تمام. تاني حاجه البكتيريا الستريبت بتعمل روماتيك كارديتس. نعرف ان البارازيتك في اميونو كومبرمايز. تمام. تالت اي اللي هو اميونولوجيكال زي اللوبس. رابع اي اللي هو الايتروجينيك.
انا عماله اقول 4 اي وهم 5 اي. مش مشكله، الاربعه الاي اللي هي تروجينيك، والادويه تتحفظ انتي تيبركس، البنسلين، السلفونامايد، والميثايل دوبا، واخر اي عندنا هي اللي هي الراديشن، وتعمل بيريكاردايتس اكتر ما تعمل مايوكاردايتس. تمام. طب ندخل بقى ايه على الاعراض. اعراض المايوكاردايتس ايه؟ احنا عارفين اي انفلاميشن، انا بقول ده ايه مايوكاردايتس، انت ممكن يحصل لك انفكشن، ممكن يجي لك انفلونزا فيروس، ممكن يجي لك اي انفلونزا، اي قصدي اي انفكشن، وما يبقاش عندك اعراض، ممكن تكون اسيمتوماتيك عادي. تمام. ممكن تكون اسيمتوماتيك. تمام. لا بس ممكن تكون، طب لو ظهرت عليك اعراض، يعني انت مثلا جالك برد دلوقتي، انت اصبت بفيروس وجالك برد، هتحس بايه؟ اول حاجه هتحس بفتيج، ديزنيا، عمال تاكي كارديا، ممكن الفيفر بتاعتك تعلى فهيعمل لنا تاكي كارديا، هيعمل لنا شيست بين، هو الاعراض الطبيعيه. بس هي لو كانت بقى سيفير 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 وخدت المايوكارديوم كله، ممكن تدخل لنا في كونجستيف كاردياك فيلير. تمام. يبقى ايه اعراض المايوكارديتس؟ هي ممكن تكون اسيمتوماتيك. تمام. ممكن تكون اعراض البرد الطبيعيه اللي هو فاديك، بالبيتيشن، شيست بين، ديزنيا، ده الحاجات الطبيعيه بتاعت اعراض البرد مثلا، او اعراض اي انفكشن. تمام. وفيفر برضو. تمام. بس لو حصل ان هي خدت خدت جزء كبير قوي من المايوكارديوم، فكده ممكن تدخلنا في كونجستيف كاردياك فيلير. تمام. تمام. طب ايه دي السيمتومز، ايه الساينز؟ احنا قلنا عنده فيفر فهيعمل لنا تاكي كارديا. تمام. هيعمل لنا حاجه اسمها بروميننت ثيرد ساوند. يعني ايه بروميننت ثيرد ساوند؟ احنا عارفين ان هو الطبيعي اس 1 واس 2، اس 3 واس 4 ده احنا ما بنسمعهمش اصلا. تمام. تمام. طب امتى هسمعهم؟ امتى هسمعهم؟ لما العضله عماله تعمل كونتراكشن، بس هي مش ضعيفه، او هي بتعمل كونتراكشن بشكل قوي طبيعي عن زياده عن الطبيعي، بسبب اي باثوجين بقى. فايه فالاس 3 دي هنسمعها وقتها يعني. تمام. بروميننت ثيرد ساوند. تمام. بروميننت ثيرد ساوند. تمام. تمام. طب ايه الانفستيجيشن؟ احنا قلنا ايه ده انفكشن، قلنا اكتر حاجه ايه الفيرال، فاحنا هندور على الفيروس بايه، فيرال انتي بودي او فيرال ار ان اي والبي سي ار. تمام. تمام. قلنا ان هو ايه في المايوكارديوم، يعني حاجه لها علاقه بالقلب، فهنعمل الحاجات بتاعه القلب اللي هو شيست اكس راي، هتلاقي الكاردياك انلارجمنت. تمام. بسبب الانفلتريشن، بسبب الانفلاميشن اللي عمال يحصل، فهي عضله القلب بتكبر. بس ده في السيفير، في السيفير خالص اللي هو البعيد اللي هيعمل لنا هارت فيلير بعد كده. تمام. ممكن نلاقي الكاردياك انلارجمنت، بس ده في السيفير بس. تمام. طب لما اعمل اي سي جي، اي سي جي، الاي سي جي دي بتقيس كهربه القلب. تمام. كهربه القلب مين مسؤول عنها؟ اللي هو المايوكارديوم، لان هو عمال يعمل كونتراكشن. طب هو في مشكله دلوقتي اصلا في المايوكارديوم، فهو هيعمل لنا الاس تي والتي ويف، هتبقى ابنورماليتيز، هيحصل فيه ابنورماليتيز غير الطبيعي. تمام. ممكن يعمل لنا ايه اريزميا، زي ما احنا خدنا في شابتر الاريزميا، ان هو اصلا من اسباب الاريزميا اللي هي مايوكارديتس والكارديوميوباثي اللي احنا هناخدها. تمام. تمام. معلومه مهمه انا ما كنتش قلتها فوق علشان اجمعها هنا، ممكن تعمل هارت بلوك، يعني يبان في الاي سي جي هارت بلوك. ايه اللي بيعمل هارت بلوك؟ الدفثيريا بسبب التوكسين اللي هي بتطلعه، والليم ديزيز، والشجز ديزيز. تمام. تمام. يبقى احنا كده قلنا ايه لحد دلوقتي؟ قلنا احنا هندور على الفيرال، على الفيروس بالفيرال انتي بودي والار ان اي او البي سي ار. بعد كده هدخل على القلب، هعمل شيست اكس راي، ممكن الاقي اللارجمنت، بس دي في الحالات السيفير. ممكن اعمل اي سي جي، هلاقي الكهرباء بتاعه القلب متلخبطه او فيها ابنورماليتيز اللي هو اس تي والتي ويف. تمام. ممكن الاقي هارت بلوك، هارت بلوك ده بسبب الديفيثريتيك مايوكارديتس والليم ديزيز والشاكز ديزيز. تمام. تمام. ممكن اعمل كاردياك انزيم، هتلاقي عليه الكاردياك انزيم ديت بتطلع بس لما يحصل فيه مشكله زي التريبيونين. تمام. تمام. ممكن اعمل اندو مايوكارديوم بايوبسي، بس ده ليميت فاليو، ملهاش مهم، ملهاش اهميه قوي يعني. تمام. كده خلصنا الانفستيجيشن. ايه التريتمنت؟ هعالجه معالجه الانفكشن عادي، هعالجه كانه شخص عنده انفكشن، هقول له بيد ريست، الاكتيفيتي ممنوع لانه هو اصلا القلب تعبان، القلب عنده مشكله في الكونتراكتيليتي، فهو يعمل اكتيفيتي كمان يزود على القلب، لا ده كده مشكله قوي. هديله انتي بايوتيك اول ما اشخص، اول ما اعرف هديله انتي بايوتيك. تمام. يعني ايه
للوقايه يعني، حتى لو ما كانش بكتيريا بس هدي له انتبيوتيك. تمام. انا قلت لك ان هو في السيفير كيسز ممكن يدخل لي في هارت فيلير، تمام. فانا بستبقي الاحداث وهعالج الهارت فيلير ده قبل ما يحصل. انا بعالج الهارت فيلير بايه؟ بكذا دواء المفروض هناخدهم في الهارت فيلير، يعني المحاضره دي كانت تيجي بعد الهارت فيلير اصلا المفروض، يعني بعالجه بايه؟ بالاي سي اي انهبيتور، بالدايجوكسين، بالبيتا بلوكر، بالسبيرينو لاكتون اللي هو يعني الدايروتكس، يعني الدايروتكس. تمام. الدكتوره قالت معلومه ان الاي سي اي انهبيتور ما بناخدهاش في الكرونيك كيدني ديزيز، خصوصا تايب 3 وتايب 4، لان هي ممكن، لان الكيدني كده تعبانه فمش هتعمل مش هتخرج الزياده بتاعت الاي سي اي انهبيتورز دي، فهتعمل لنا توكسيستي. فبدل ما هو بيفيدني في الجسم، لا ده هيعمل مشكله ويدخلني في توكسيستي. تمام. آه، تمام. يبقى انا كده بدات اعالج ازاي؟ اقول له الراحه التامه، ان هو بيد ريست، تمام، ان هو الاكتيفيتي يبعد عنها لمده 6 شهور بسبب ان القلب اصلا ضعيف، هديله انتي بايوتيك. تمام. بعد كده ايه؟ انا خايفه ان هو يدخل في هارت فيلير، فانا هعالجه ازاي؟ بعلاج الهارت فيلير اللي احنا عارفينه، اللي هو الاي سي انهبيتور، الدايجوكسين، البيتا بلوكر، السبيرونولاكتون. تمام. بعد كده قال لك ان الكورتيكوسترويد ملهاش اهميه قوي، بس ممكن استخدمها في حالات بس الاوتو اميون والفيرال. يبقى الكورتيكوسترويد هستخدمها فين؟ في الاوتو اميون والفيرال بس. وقال لك ان انا اعمل انجكشن اللي هو هاي دوز انترافينوس اميونوجلوبولين. تمام. لما اعمل له انجكشن ده بيعمل رابيد ريزوليوشن في الليفت فينتريكل، وكمان بيعمل امبروف السرفايفل. فده يعني ايه؟ ممكن ندخله من ضمن العلاج. يبقى احنا كده خلصنا اول جزئيه من المحاضره اللي هو مايكوردايتس. قلنا ان ده انفلاميشن، واكتر حاجه مهمه فيها الفيروس. 5 اي: ايديوباثيك انفكشن، اميونولوجيكال، اياتروجينيك. الاياتروجينيك مهمه تتحفظ قوي، اللي هو انتي تيبركس، انتي تيبركلوز، البنسلين، سلفونامايد، والميثايل دوبا، والايراديشن بتعمل بيريكاردايتس اكتر ما بتعمل ايه؟ مايكوردايتس. تمام. بيسجل ماشي. قلنا سيمتوم ايه؟ ممكن تكون اسيمتوماتيك، ممكن تكون اعراض البرد الطبيعيه او اعراض الانفلونزا الطبيعيه، اللي هو فاتيج، شيست بين، ديزنيا. بس ممكن لو هي سيفير وخدت جزء كبير من القلب ممكن تعمل لنا كاردياك فيلير. تمام. الانفستيجيشن قلنا هدور على الفيروس الاول، فيرال انتي بودي تيتر او فيرال ار ان اي والبي سي ار. بعد كده ممكن اعمل شيست اكس راي هيعمل لنا كاردياك انلارجمنت لو كان في سيفير كيسز، الاي سي جي كهربه القلب متلخبطه في الاس تي والتي ويف. وقال ان احنا ممكن يحصل هارت بلوك في الديفثيريا والليم ديزيز والشجس ديزيز، والكاردياك انزيم هتبقى عاليه. الاندو مايوكارديال بايوبسي ده ليميتد فاليو، مش مهم قوي. التريتمنت هعالجه طبيعي، اقول له بيت ريست، اقول له ما تعملش اي اكتيفيتي الفتره دي، هدي له انتبيوتيك. تمام. هعالج الهارت فيلير لو حصل او قبل ما يحصل يعني اتجنبه. بنعالج الهارت فيلير ازاي؟ اي سي اي انهبيتور، دايجوكسين، سبيرونولاكتون، بيتا بلوكر. ناخد بالنا ان الاي سي اي انهبيتورز ما بدوش في الكرونيك كيدني ديزيز اللي هو تايب 3 وتايب 4 علشان التوكسيستي. تمام. والكورتيكوسترويد ملهاش اهميه قوي غير حالات الاوتو اميون والفيرال. وان انا ممكن اديله ايه؟ انترافينوس هاي دوز انترافينوس اميونوجلوبولين، ده بيساعد على استشفاء الليفت فينتريكل بطريقه كويسه، او يعني بيساعد في حل المشكله بسرعه، وكمان بامبروفمنت السرفايفل. تمام. ندخل بقى على الجزء الثاني من المحاضره، واسمه كاردو مايوباثي. كاردو مايوباثي يعني مشكله برضو في المايوكارديوم. هو حصل له ايه؟ حصل له انلارجمنت المايوكارديوم، حصل له انلارجمنت، فدي مشكله في الفانكشن والاستركتشر. تمام. بس برضو بعيدا عن ايه؟ بعيدا ان هو ممكن يكون بعيدا عن الكورونري ارتري، بعيدا عن كونجينيتال، بعيدا عن فالفولار هايبرتنشن، مع ان الكلام ده غلط وهيعكسوه هنا. تمام. هو قال لك الكارديوميوباثي ايه؟ ده عباره عن مايوكارديال ديزيز ريزلت ان في الاستركتشر والفانكشن بتاع الهارت ابنورماليتيز. تمام. ان ابسنس اوف باي كورونري ارتري ديزيز والكونجنتال هارت ديزيز والحاجات ديت، مع انه هيعكسوه تحت. يعني المهم ان هو الكارديوميوباثي عباره عن انلارجمنت، يعني الكارديوميوباثي انلارجمنت اوف في المايوكارديوم. تمام. ده فهو كده مشكله ايه؟ في الاستركتشر. تمام. فالانلارجمنت ده مش هيعرف اصلا يضخ الدم، هيبقى الكونتراكتيليتي بتاعته ضعيفه جدا،
ضعيفة جدا، تمام. هو ستيف لما العضلة تخنت بقت ستيف، بقت تخينة، بقت تقيلة، مش قادرة تعمل كونتراكتيليتي بالشكل الصحيح. طب ده كده ايه مشكلة في الفانكشن؟ تمام. قالك ان هو الكارديوميبيسيس اتقسم برايمري وسكندري، تمام. برايمري ان هو ايه يعني ايه اساسه المايوكارديوم، يعني اساس اكتر حاجه اتاثرت يعني ايه المايوكارديوم، وقسموها لجينيتك وميكسد واكوايرد، تمام. تمام. الدكتوره قالت هي ما استفادتش وقالت مش مهمين قد كده، بس نعرف كم مثال. تمام. قالك ان الهايبرتروفيك اول حاجه من الجينيتك هايبرتروفيك كارديوميوباثي. هايبرتروفيك كارديوميوباثي ده بيحصل في الليفت فينتريكل في الهارت، يعني الليفت فينتريكل المايوكارديوم بتاعه بيبقى تخين تخين تخين، او الليفت سايد، يعني الليفت سايد هو اللي تخين. فالمشكله هتبقى اكتر ايه، هتبقى اكتر في البلمونري، هيحصل كونجيشن، الدم مش بينضخ، فيبقى له كارديك اوتبوت. تمام. الدم عمال يتجمع في الفينتريكل في الاتريوم، فبيترد على البلمونري، فبيحصل ايه بلمونري كونجيشن. ده اهم حاجه في الهايبرتروفيك، ايه مشكلته ان هو اصلا بلمونري كونجيشن. تمام. وممكن اصلا الليفت يتحول رايت، تمام، ويعمل لنا هارت فيلير عموما. تمام. الهايبرتروفيك كارديوميوباثي ده اصلا اوتوزومال دوميننت، تمام، اوتوزومال دوميننت. تمام. تاني مثال، اريثموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوباثي. يعني ايه اريثموجينيك رايت فينتريكولار كارديوميوباثي؟ ان الماسلز او الماسل فايبر بتاعت الرايت فينتريكل بدل ما هي بارلل، لا ده بقت الماسل فايبر متلخبطه، فبقت كهربه القلب كمان هي متلخبطه. تمام. الليفت فينتريكل نون كومباكشن، مشكله برضو في الضغط وكده. جلايكوجين ستورج كوندكشن ديفكت، الميتوكوندريال، برضو الميتوكوندريال بتاعت الماسلز، الايون شانل ديس اوردر. اهم حاجه الـ ده، تمام، اهم حاجه ده، تمام، هايبرتروفيك كارديوميوباثي. طب ال ال الميكسد عندنا دايليتد كارديوميوباثي. دايليتد كارديوميوباثي ده الفور شامبر او القلب كله حصل دايليتيشن، فالمشكله هتكون فين؟ هتبقى في الليفت والرايت. الليفت هيسمع على ال هي على السيستميك، هيعمل سيستميك كونجيشن، القصد ده الرايت. الليفت هيسمع على البلمونري، فيبقى الجسم كله بايظ، تمام، وهيدخل لنا في ايه، في كومبليت هارت فيلير سواء الليفت ورايت. اما الريستريكتيف في الرايت، ريستريكتيف في الرايت بس، تمام، في الريستريكتيف في الرايت، فهيبقى المشكله ايه في الرايت، هيبقى المشكله سيستميك بس. يبقى احنا عندنا سيستميك وبلمونري، وعندنا سيستميك بس وعندنا بلمونري بس. تمام. هي المعلومات دي مش موجوده هنا، بس هي معلومات موجوده في كتاب دكتور علام، فبنقولها برده علشان تسهل الشرح بعد كده. تمام. عندنا الاكوايرد بقى اللي هو المايوكاردايتس، الاستريس، البريبارتيوم. البريبارتيوم ده ان هو بيقولوا حوالين الولاده او قبل الولاده واثناء وبعد الولاده ممكن الست يحصل لها كارديوميوباثي، عضله القلب تكبر لوحدها من غير اي سبب. تمام. وتاكي كارديا وانفانت تايب 1 دايابيتك ماتر، ده كله مجرد امثله، مش هندرسهم قوي يعني. ناخد بالنا بس من الدايليتد كارديوميوباثي والريستريكتيف والهايبرتروفيك. السكندري بقى اللي بيعكس لنا الكلام اللي فوق ده، السكندري اللي هو مالتي اورجان حصل له انفكشن. الكلام اللي احنا قلنا فوق ان هو اكسبت كذا، لا هو قلناه هنا بقى الاسكيميك والفالفولار والهايبرتنشن والكونجنتال هارت ديزيز. ممكن يقول لك ان هو الشخص عنده اند ستيج كارديوميوباثي. معلومه كمان، بقوا يشيروا للهارت فيلير بالكارديوميوباثي. يعني مثلا لما اقول اند ستيج كارديوميوباثي، يعني انا قصدي اند ستيج هارت فيلير، مع انها تسميه غلط بس هي شائعه. هي تسميه ايه؟ غلط بس شائعه. تمام. يبقى اند ستيج كارديوميوباثي قصده اند ستيج هارت فيلير. تمام. تمام. انا كنت فين؟ ممكن يكون عنده سيفير سيمتومز بسبب الهارت فيلير. تمام. قال لك السيستميك افكشن اللي هو زي الكارديوفاسكولار، الرينال، الهيباتيك، البلمونري. ممكن يقول لك ان الاسكيميك كارديوميوباثي قصده ايه؟ اسكيميك هارت فيلير، بتيجي في الناس اكتر من 50 سنة. وقال لك ان هو الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، هايبرتروفيك كارديوميوباثي بتيجي في اليونج ايج. تمام. في اليونج ايج ممكن تعمل لنا ايه؟ هارت فيلير. تمام. يعني هي برضو ده ايه ممكن نلغي فيها الكلام اللي احنا عكسناه فوق، اللي هو الاسكيميك والفالفال والهايبرتنشن، الهيباتيك والرينال والبلمونري، الهارت فيلير اند ستيج
كارديومابثي قصدي اند ستيج هارت فيلير. قال لك ان هو اسكيميك، الاسكيميك كارديومابثي اللي هو اسكيميك هارت فيلير بتيجي في الناس الكبيره. قال لك ان بسم الله بسم الله اللي هو هايبرتروفيك كارديومابثي بيجي في اليونج اكتر. هو الموست كومن كوز للسادن كاردياك ديث، للسادن كاردياك ديث. تمام تمام دي تقسيمه، تقسيمه سميوها برايمري وسكندري. برايمري قصده في المايوكارديوم اهم حاجه، سكندري لا ده معاه مالتي اورجان كمان. في البرايمري قسمناها جينيتك ميكسد واكوايرد. جينيتك الهايبرتروفيك كارديومايوباثي اهم حاجه. قلنا ده اوتوزومال دومينانت، ده بيأثر على الليفت سايد بتاع الهارت، الليفت سايد. تمام الاريثموجينيك رايت فينتريكولار كارديومايوباثي ده الماسل فايبر متلخبطه مش بارلل، فكده الكهرباء بتاعه القلب كلها متلخبطه. الليفت فينتريكولار نون كومباكشن مشكله برضو في الضغط والكونتراكشن. الكلايكوجين ستورج، الكوندكشن ديفكت، الميتوكوندريال، الايون شانل ديس اوردر. تمام تمام. الميكسد اللي هو ممكن يكون جينيتك ومعاه كمان سبب زي ايديوباثيك، ممكن يكون ايمونولوجيكال، ممكن يكون دراج اندوكراينال، كل الحاجات ديت. اللي هو دايليتد كارديومايوباثي الاربعه شمبر اللي هو القلب كله بايظ. تمام. والريستركتيف في الرايت، الريستركتيف في الرايت يبقى كده ايه جزء الرايت بتاع القلب هو اللي بايظ. تمام. والاكوارد اللي هو اي سبب غير الاسباب اللي احنا قلناها فوق او سبب حصل بعد كده، اللي هو المايكارديتس، الاستريس، البريبارتيوم، التاكيكارديا والحاجات دي. تمام. هنا تاليفه سكندري اي حاجه. تمام تمام. ندخل على الدياجنوزس. علشان نتكلم على الدياجنوزس انا هشرح لكم الدايليتد. تمام. لان الدايليتد ده هو ميكسد فهو مجمع الحاجتين. دلوقتي احنا عندنا دلوقتي ايه ده القلب، عذرا على الرسم. طبعا ده الرايت اتريم، ده الليفت اتريم، ده الرايت فينتريكولر، ده الليفت فينتريكولر. تمام تمام. انا قلت ايه الدايليتد ان الفور شمبر حصل لهم ايه كارديوميجالي، تخنانين، فمش عارفين يضخوا الدم، مش عارفين يعملوا كونتراكتيليتي بالشكل الصح او بالقوه الكافيه بسبب ان هم ستيف. تمام تمام. دلوقتي انا همسك الجزء اليمين، همسك الجزء اليمين. دلوقتي هو الدم داخل الرايت فينتريكل عن طريق ايه الرايت اتريوم قصدي السوبيرور فينا جافا والانفيرور فينا جافا اللي هو جاي ايه من الجسم كله يعني. تمام. من الجسم كله. والرايت فينتريك اللي هيودي في خارج منه ايه البلمونري اللي هيودي على ايه على اللونج. تمام تمام. طب في الجزء ده، في الجزء اليمين ده الدم ما بينزلش من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل. تمام. لان مش حاصل كونتراكشن. لا هقول لكم حاجه تانية، الرايت اتريوم 70% منه بينزل في الدم بينزل للرايت فينتريكل باسيف. تمام باسيف. تمام. بس باسيف على باسيف هيراكم في الرايت فينتريكل، ما هو الرايت فينتريكل مش عارف يدخ لللنج. تمام. مش عارف يدخ لللنج، فهو الدم عمال يتراكم 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 يتراكم. الدم بقى بدا يتراكم عند الرايت اتريوم كمان، وال70% مش راضيين ينزلوا. تمام. عمال يتراكم يتراكم يتراكم. فلما يتراكم هيرسبوند على مين او هيافكت على مين؟ على السيستميك سيركيليشن. تمام. هيرد على السيستميك سيركيليشن. سيستميك سيركيليشن مش عارفه تفضي، مش عارفه تفضي لان في هنا بريشر كتير، في هنا دم كتير، فيعمل لنا ايه سيستميك كونجيشن. تمام. سيستميك كونجيشن. تمام. سيستميك كونجيشن دي، سيستميك كونجيشن دي بتيجي باعراض ايه؟ سيبروفينا جافا وفيروفينا جافا. الاعراض بتاعته ايه؟ اول حاجه هيعمل لنا اللور لمب اديما، هيعمل لنا اسايتس، هيعمل لنا بين في الرايت هايبوكندريم، هيعمل لنا في الابيجاستريم كمان، هيعمل لنا ديسبسيا، هتعمل لنا مشاكل في الليفر والكيدني، هتعمل لنا مشاكل، ممكن تعمل هتعمل هيدك، هتعمل سينكوب، هتعمل ديزنس. تمام. كل الجسم بايظ، كل الجسم بايظ لانه حصل فيه كونجيشن على المدى البعيد. تمام تمام. طب ندخل هنا بقى، الدم وصل للبلمونري يا ستي، هنا نفس المشكله، الليفت اتريوم مش عارف ينزل للليفت فينتريكل، السبعين في المية نزلوا، قاعد يتراكم 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 يتراكم. هيرد على مين؟ هنا البلمونري وهنا الاورطة. تمام.
هنا البلمونري وهنا الاورطة. الليفت فينتر الليفت اتريوم رد على على اللنج، فعمل ايه؟ بلمونري كونجيشن. تمام، بلمونري كونجيشن. طب البلمونري كونجيشن ده ايه اعراضه؟ اللي هو ايه؟ تاكيبنيا، ديزنس، تاكيبنيا، استنى، ديزنيا، نكتيرنال باراجوزكس مالتكني، نكتيرنال ديزنيا، اعراض الشيست، شيست بين. تمام تمام، ده دايليتد، ده لما ياثر على البلمونري والسيستميك الاثنين مع بعض ده ايه؟ ده دايليتد، دايليتد كارديومايوباثي، اللي هو اربعه شمبر بتاعته بايظين. تمام، الاربعه شمبر بتاعته بايظين. تمام تمام. طب احنا عندنا نوعين تانيين، هم المفروض مشروحين في كتاب دكتور علام، مش مشروحين هنا وحاطينهم مع بعض، بس يعني ايه اهو فكره. احنا قلنا ايه؟ ده الرايت اتريوم، ده الليفت فينتريكل، ده الليفت اتريوم، ده الليفت فينتريكل. تمام، قلنا عندنا تاني نوع ايه؟ اللي هو هايبرتروفي، هايبرتروفي كارديومايوباثي. هايبرتروفي قلنا ايه؟ هو مشكلته في الليفت اكتر حاجه، في الليفت، فهيرد على مين؟ على البلمونري اكتر حاجه. تمام، مع الليفت حاجه اسمها هنا سيبتال ديفكت، سيبتال برضو انلارجمنت. سيبتال ده هيفضل يتخن 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 يتخن، مع المدى البعيد هيأثر على الليفت فينتريكل ويعمل لنا رايت كمان. تمام، يبقى الهايبرتروفي اساسه ايه؟ اساسه ليفت فينتريكل، اساسه بلمونري كونجيشن. تمام، ومعاه سيبتال انلارجمنت. السيبتال انلارجمنت ده مع الوقت، مع الوقت لما يبقى سيفير، مع الوقت كتير، هيفضل يتخن يتخن ويأثر على الليفت فينتريكل، هيأثر ايه؟ على الجزء الرايت كله. تمام تمام، اي معلومة هنا تاني؟ في معلومة في كتاب دكتور علام ان هو مشكلة هيبقى عنده حاجة اسمها سب اورتك انيوريزم. سب اورتك انيوريزم هو الفالف بتاع الاورطة سليم، بس المشكلة ان هو السبتال ده تخين، فمؤثر على الـ على الـ على الـ على السبتم. تمام تمام، بس طب تالت نوع اللي هو ايه؟ الريستريكتيف. ريستريكتيف قلنا في الرايت، يبقى مشكلة هنا بس في الرايت، مش هتأثر على الليفت، مش هتأثر على الليفت. تمام، يبقى مشكلة ايه؟ سيستميك، سيستميك كونجيشن بس. تمام تمام، نسيت اقول لكم في الليفت والرايت اللي هو دايليتد، دايليتد. تمام، لما القلب الدم هنا مش راضي ينزل، والدم هنا مش رايح يروح لهنا ولا هنا، ولا الليفت فينتريكل اصلا بيضخ دم، ده هيعمل لنا ايه؟ لو كاردياك اوتبوت. تمام، ان هو الليفت فينتريكل مش عارف، مش جاي له دم بقدر كافي، ومش عارف يضخ بقدر كافي، فيعمل لنا ايه؟ لو كاردياك اوتبوت. يبقى نشوف بقى قالك ايه الهيستوري اللي هيجي بيه. هم هنا حاطينه كلهم مع بعضهم، مش مقسمين يعني ده الايه وده الايه، لا. تمام تمام، قالك اول حاجه ان هو هيجي لي ديزني، حصل عنده بالمونري كونجيشن، عنده بالمونري كونجيشن، عنده باروكسيزمال نوكتيرنال ديزني، برضو بالمونري كونجيشن، عنده اورثوبنيا. تمام، عنده اديما، لا ده بس في السيستميك كونجيشن، الاديما ده في السيستميك كونجيشن. بوست برانديال ديزني، ده برضو في السيستميك كونجيشن. عنده رايت ابر كوادرانت بين اور بلوتينج، ده برضو قلنا في السيستميك كونجيشن. فاتيك سيستميك كونجيشن، سينكوب سيستميك كونجيشن. احنا لو قسمناها سيستميك وبالمونري هنعرف نجيب. تمام، يبقى هو الهيستوري هيجي لي بايه؟ هي 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 انا هشوف هو هنا عامله ميكسد، يعني هو يعتبر شرح ايه؟ الدايليتد بس. تمام، هيجي عندي سيستميك كونجيشن وعندي بالمونري كونجيشن. البالمونري هيجي لي بديزنيا، باروكسيزم مال نوكتيرنال ديزنيا، اورثوبنيا. تمام، في السيستميك هيجي لي بإديما واسايتس، اللور لمب إديما، هيجي لي بوست برانديال ديزنيا، هيجي لي بالرايت ابر كوادرانت بين، هيجي لي بفاتيك وسنكوب وهيدك كمان. تمام، طب ايه الفيزيكال الفيزيكال اكزام؟ انا هعمل هلاقي عليه تاكيبنيا وتاكي كارديا كمان، تاكيبنيا وتاكي كارديا، بيحاول عنده لو كارديك اوت بوت وبيحاول يعوض ده، عايز ياخد اكسجين، عايز يزود الدم، لا عنده تاكيبنيا وتاكي كارديا. تمام تمام، هيبقى عنده حاجه اسمها شاين ستوب بريثنج. يعني ايه شاين ستوب بريثنج ده؟ دي بتبقى عباره عن دوره. تمام، اول حاجه بيبقى تنفس سريع، وايه تنفس بعمق، تنفس بعمق قوي. تمام، دي اول جزء من الدوره. تاني جزء من الدوره ان هو التنفس بتاعه يهدى، يعني ايه؟ كانه ما بيتنفسش، ويحصل له ايه بقى؟ سينكوب، يغمى عليه. اول ما يفوق الدوره تحصل تاني،
سينكوب، تمام؟ يبقى ايه؟ تنفس عميق وكبير، بعد كده تنفس بطء شويه، بعد كده ايه يحصل له سنكوب، تمام. طب ايه اسباب الشاين ستوب بريثنج ده؟ احنا قلنا اللو كاردياك اوت بوت، صح؟ لو كاردياك اوت بوت، اللو كاردياك اوت بوت ده مراكز التنفس اللي في الدماغ وصل لها دم قليل، فهو ده اللي بيعمل الدماغ بيحاول يتأقلم او بيحاول يتفادى ان هو ما يموتش او ان هو يوقف الجهاز التنفسي خالص، فبيعمل الدورة دي اسمها ايه؟ شاين ستوب بريثنج، وده بسبب الكاردياك اوت بوت قليل، تمام؟ تمام. لو بالس بريجر اصلا ما بيعملش كونتراكشن، مفيش دم خارج، لو كاردياك اوت بوت. عنده كول اكستريمتس، مفيش دم واصل للاطراف. عنده جاجلر فينس ديستنشن اللي هو سيستميك كونجيشن، تمام، تاكي كارديا قلناهم. ديسبليسمنت بوينت اوف الماكسيمال امبلس، هو طبعا اكتر حاجه بحسها في القلب في الاوسكالتيشن ايه اللي هي الايبكس، تمام. انا دلوقتي بقول كارديومايوباثي يعني حصل اللارجمنت، دلوقتي هقدر افرق الايبكس من بقيه القلب؟ ما هو كله كبير، كله كبير، كله كبير، ومش عارفه احدد ده ايبكس من بقيه الاماكن، تمام. هو بيضخ حبه بسيطه برضو، هو مش واقف خالص، لا هو بيضخ حبه بسيطه بس، الايبكس زيها زي بقيه العضو، بقيه عضو القلب يعني بقيه القلب. فهو بيقول لك انا مش عارف هي دي الايبكس ولا ده الفنتريكل، فهو كبر، تمام، القلب كبر يعني. ديسبليسمنت بوينت اوف الماكسيمال امبلس، تمام. اس 3 جالوب اللي احنا قلناها فوق، ان هو بيحاولوا يحصل كونتراكشن، فالكونتراكشن بيحتاج قوه كبيره، بيحتاج هو اصلا استف العضلات استف، فمش عارفه تعمل كونتراكشن، فبيظهر لنا الاس 3، تمام. بيعمل لنا هيباتوس بلينومنجلي واسايتس وديما، طبعا ده بالسيستميك كونجيشن. يبقى تاني ايه الفيزيكال اكزام؟ هقسمها تاني بالمونري وسيستميك. البالمونري هيعمل لنا ايه؟ تاكبني وشاين ستوك بريثنج. شاين ستوك بريثنج ده قلنا بسبب ايه؟ الكاردياك اوت بوت. اللو بالس بريجر برضو بسبب الكاردياك اوت بوت، تمام. الكول اكستريميتس ما فيش دم، لو كاردياك اوت بوت، لو كاردياك اوت بوت. فينس ديستنشن سيستميك كونجيشن، سيستميك كونجيشن، دم مش بيعبي في القلب، تمام. تاكي كارديا، تمام. ديسبليسمنت بوينت اوف ماكسيمال امبلس، القلب كله كبر. كارديو ميجالي، هيباتوس بلينو ميجالي واسايتس وديما. سيستوليك ميرمر ده بلوينج سيستوليك ميرمر، كان ايه سببه يا ربي؟ ثانيه، سببه انه طبعا حصل ان الكونتراكشن بتحصل في مرحله السيستوليك، تمام. فهم بي بي هم بيحاولوا يعملوا كونتراكشن بكل قوتهم، فالميرمر بتاع السيستوليك بيبقى كبير، تمام. بيبقى اللي هو انا حاسه بالكونتراكشن بسبب ان هي جايه من، عارف اللي هو جايه من جوه 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 قوي، عم بيحاولوا يعملوا كونتراكشن بكل قدراتهم، فاهميني؟ اتمنى تكون فاهميني يعني. ديفرنشال دياجنوستس، طبعا اي حاجه هتعمل لنا فوق، يعني احنا قلنا ايه؟ عنده بالمونري كونجيشن، الاعراض ممكن تكون اصلا هي سيفير بالمونري ديزيز، وانا قلت لا ده هي في القلب. ممكن تكون بالمونري هايبرتنشن اصلا في الاول، فهي ردت على القلب، يعني مش مشكله في القلب وردت على البالمونري، لا ده هي مشكله في اللنج وردت على القلب. ريكارنت بالمونري امبوليزم، ما قلتلكوش صحيح، لما الدم يحصل الاستاجنيشن، لما الدم موجود كتير بقاله فتره في القلب، فده هيعمل لنا امبوليزم، والامبوليزم هتروح في كل حته، ممكن تروح للبالمونري، فممكن تبقى ايه ديفرنشال دياجنوستس لا اللي هي الامبوليزم. كونستريكتيف بريكارديتس اكتر حاجه للريستريكتيف كارديومايوباثي، تمام. ممكن تكون مالجنسي انيميا، تمام. يبقى ديفرنشال دياجنوستس ايه؟ اي مشكله في اللنج، والكونستريكتيف بريكارديتس دي للريستريكتيف بريكارديتس. ممكن تكون انيميا بسبب القلب، او ان الجسم كله اصلا مش شغال كويس، وسام ايفيدنس اوف مالجنسي، تمام. الدياجنوستس هو الكلام ده ملهوش اي لازمه، هندخل بس على اول حاجه التستس، تمام. ندخل على التست دلوقتي، انا في القلب هعمل ايه؟ هعمل اي سي جي، الاي سي جي هتلاقي كهربة القلب كلها متلخبطة. هعمل شيست اكس راي او راديوجراف، هلاقي ايه؟ انا عمالة اقول كارديوميوباثي يعني كارديوميجلي، هتلاقي كارديوميجلي، تمام. لما يرد على اللنج هيعمل ايه؟ بلورال افيوجن،
هيرد على اللنج هيعمل بلورال انفيوجن. هتلاقي الفاسكولار ماركتنج في الابر ماركينج في الابر لوب تخينه بانت، هي ما كانتش بتبقى تخينه لان هو الدم ساير ومفيش اي مشكله وكده، لا ده دلوقتي بقت كونجستد وتخينه وباينه. تمام. ايكوكارديوجرافي احنا قلنا في الدايليتد كارديو منجري ايه، ان الاربع شمبر انلارجمنت. تمام تمام اما في الهايبرتروفيك لا ده الليفت فينتريكل بس هايبرتروفي. تمام تمام كده يبقى عملنا اي سي جي وشست راديوجراف وايكو كارديوجراف. تمام تمام ممكن نعمل برضو ام ار اي. تمام ممكن نعمل ستريس مايوكارديال برفيوجن ام ام بي اي، ده بنستخدمه اكتر حاجه في النيو اونست اوف الليفت فينتريكل ديسفانكشن. تمام لو مشكله في مشكله في الليفت فينتريكل وجديده وانا مش عارفه برضو هي ايه سببها بالظبط، ممكن اعمل ام بي اي ده ستريس مايوكارديال برفيوجن ايميجنج. تمام يبقى كده عندنا الانفستيجيشن عملنا ايه، اي سي جي شيست كارديوجراف ايكو كارديوجراف الايكو والام ار اي والستريس مايوكارديال برفيوجن ايميجنج. تمام اللي هو ام بي اي ام بي اي. تمام والام بي اي ناخد بالنا ان هو ايه في النيو اونست اوف الليفت فينتريكل. تمام ايه التريتمنت، انا هعالج انا زي ما قلت لكم الكارديومابثي بيطلق عليه هارت فيلير، كارديومابثي بيطلق عليه هارت فيلير، فانا هعالجه كهارت فيلير لانه كل الكلام ده بعد فتره اصلا هيدخلني في هارت فيلير سواء ليفت او سواء رايت او سواء ليفت ورايت. تمام تمام فانا هعمل له ايه، لازم هعالجه كانه ايه، كانه هارت فيلير. احنا قلنا بعلاج الهارت فيلير ايه، اول حاجه اي سي اي انهيبيتور، اي سي اي انهيبيتور او الاي ار بي ده برضو بديل للاي سي اي انهيبيتور. قال لك اول حاجه ان هو افكتيف ولازم اديله لازم اديله الاول بيشنت واديله بلو دوزس وبعد كده ايه اعلي الدوز. تمام يبقى اول حاجه ايه اي سي اي انهيبيتور. تاني حاجه قلناها ايه الدايروتكس اللي هو اللي كان سبيرونولاكتون. تمام بيديله اي في تمام وبعد كده هديها له اورال. بعد كده البيتا بلوكر، البيتا بلوكر قال لك اخد حذري، اخد حذري كويس جدا 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 وانا بدي بيتا بلوكر بسبب اللوكارديك اوتبوت، اصل البيتا بلوكر هتوقف القلب بتقلل الكونتراكتيليتي واللوكارديك اوتبوت بتاع القلب، فانا هديها لشخص اصلا عنده لوكارديك اوتبوت فانا هديله بحذر وبكميه صغيره جدا جدا جدا. تمام قال لك ان انيشال ويز لو دوزز. تمام حاجه بسيطه جدا 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 يعني. تمام تمام ودي شويه جرعات مش عارفه علينا حفظها ولا لا، بس قال لك ان هو الالديستيرون انتاجونست اللي هو سبيرونولاكتون او الاليفرانون ده اللي هو اون ستاندرد ثيرابي علشان ما يعملوش بوتاسيوم لوس يعني. تمام تمام والدايجوكسين اللي احنا قلنا عليه، والدايجوكسين احنا عارفين علاج الهارت فيلير ايه، يبقى احنا كده قلنا علاج الكارديومابثي كانه هارت فيلير. تمام احنا النهارده بنعالج هارت فيلير بس. تمام يبقى قلنا اول حاجه بندولها ايه اي سي انهيبيتور كل البيشنت لازم تكون ايه بلو دوز. تمام بعد كده هديله دايروتكس اللي هو معرفش المعلومه دي المفروض تكون هنا كده اللي هو سبيرونولاكتون اهم حاجه. تمام البيتا بلوكر اداها اديها بحذر جدا 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 لان ممكن توقف القلب وتعمل لنا مشكله اصلا. تمام تمام والدايجوكسين. تمام والدايجوكسين ال بسم الله الساكيو بتريل ده، الساكيو بتريل ده ده بديل للاي سي انهيبيتور. تمام بديل للاي سي انهيبيتور وبستخدمه لو كان الاجكشن فراكشن اقل من 40%. تمام اجكشن فراكشن ايه اقل من 40%. تمام تمام كده خلصنا يعتبر الفيرست لاين. في سكند لاين هناخده، بس قالك ايه عباره بعض الكونترا انديكيشن، بعض الكونترا انديكيشن زي ايه البيتا بلوكر احنا قلنا فوق ايه في اللو كاردياك اوتبوت ما بديش بيتا بلوك يعني او بدي بحذر. تمام السكند والثيرد ديجري اوف الهارد بلوك هو اصلا قلبه واقف، قلبه واقف هديله بيتا بلوكر يوقفه اكتر. اللوب دايروتكس لو في هايبوكاليميا وهايبوماغنيسيميا لانه الدايروتكس بتخرج بتخرج السوائل كلها من ضمنها الالكترولايت اللي هو البوتاسيوم والمغنيسيوم. تمام فعلشان كده بدي ايه سبيرينولاكتون، سبيرينولاكتون بيحافظ على البوتاسيوم. تمام الدلتا زيام والفيرابامل دول اصلا كالسيوم تشانل بلوكر، كالسيوم تشانل بلوكر يعني ايه كده بيمنعوا الكونتراكشن. احنا اصلا عندنا مشكله في الكونتراكشن، انا عايزاه يعملوا كونتراكشن فدي يمنع الكونتراكشن اكتر. تمام تمام
اهو قالك avoided impatient with systolic dysfunction. systolic dysfunction ان هو مفيش contraction اصلا، تمام. ال ACE inhibitor علشان ال بسم الله في البريجنسي والانجيو اديما، لان هو بيعمل اديما وكمان بيزود الاديما، يعني ممكن يعمل توكسيستي او تترا تشوهات في الجنين يعني. تمام. الالدوستيرون اندكونست، الالدوستيرون ده بيعمل ايه؟ ده انتي دايوريتك. استنى انا عماله اه صح، الالدوستيرون ده انتي دايوريتك، يعني بيمنع خروج السوائل من الجسم، فهو لا يعني استخدمه في الاوليجيوريا، هو اصلا عايز يخرج ده، هو ما عندهوش بول خارج، فانا هديله حاجه تزود ان البول ما يخرجش، لا. والانيوريا والرينال ديسفانكشن لا ما استخدمهمش خالص، الالدوسترون ده انتي دايوريتك بيمنع خروج السوائل من الدم من الجسم، فانا عايز اخرج السوائل في حاله الاوليجيوريا والانيوريا والرينال ديسفانكشن. تمام. الاي ار ان اي اس ديت احنا قلنا ايه؟ ده بديل للاي سي انهبيتور، فمش هستخدمها طبعا لو انا بستخدم الاي سي انهبيتور او استخدمت واحد من الاي سي انهبيتور اخر 36 ساعه. تمام. او حد جاله طبعا انجيو اوديما، لان هو نفس شغله الاي سي انهبيتور. تمام. يبقى البيتا بلوكر ما بستخدمهاش في القلب التعبان اصلا، اللو دايريتكس ما بستخدمهاش في لما يحصل لي لما يكون في هايبوكاليميا او هايبو ماغنيسيميا، الفارابامل لما يحصل في السيستوليك ديسفانكشن، الاي سي انهبيتور في البريجننسي والانجيو اوديما، الالدوستيرون في الاوليجيوريا والانيوريا والرينال ديسفانكشن، والاي ار ان اس لو وانا لسه باخد اي سي انهبيتور او مر لسه ما مرش 36 ساعه او حصل انجيو اوديما. تمام. ايه السكند او البركويشن اخد بالي من ايه وانا بدي؟ اول حاجه الدايجوكسين للاشخاص اللي عندها كرونيك كيدني ديزيز، مش الدايجوكسين بس لا، كمان عندنا الاي سي اي انهبيتور، الاي سي اي انهبيتور برضو اخلي بالي في الكرونيك كيدني ديزيز، لان مش هيحصل مش الكيدني مش هتعمل لهم اكسكريشن، مش هتخرجهم، مش هتتخلص من الكميه الزياده، لا، فهيعمل لنا ايه؟ ممكن تعمل لنا توكسيستي. تمام. اقيس كل شويه الالكترولايت، لان هي لو وقعت مني انا كده دخلت في مشكله اكتر. تمام. الاي سي انهبيتور والاي ار ان اس ما بستخدمهمش في البلاد بريجر لو كان قليل. البيتا بلوكر احنا لسه قايلين فوق اهو، بورتج وبرفيوجن اللي هو اللو كاردياك اوت بوت. تمام. الدوبيوتامين والميريلون في ممكن لونج ديرم يوز ممكن تعمل لنا بتزود المورتاليتي. تمام. يبقى البيركويشن هاخد بالي من ايه؟ ان هو كرونيك كيدني ديزيز الدايجوكسين والاي سي انهبيتور اشوف الجرعات بتاعتهم، الدايجوكسين يبقى اقل من 125 من 1000. تمام. اقيس كل شويه الالكترولايت، الاي سي انهبيتور ما دوش في البيتا بلاد بريجر قليل، البيتا بلوكر طبعا احنا قلنا اللو كاردياك اوت بوت، والدوبيوتامين والميرينولون ممكن يزود المورتاليتي على المدى البعيد. تمام. قال لك السكند لاين اللي هو الايونوتروبيك ثيرابي اللي هو دوبيوتامين والميرينولون اللي احنا لسه قايلينه فوق، ممكن نستخدمه للناس اللي عندها كارديوجينيك شوك، دخلت في شوك او قبل السيرجري والكاردياك ترانسبلانتيشن. تمام. انا لو داخله مثلا هعمل له كاردياك ترانسبلانتيشن او داخله على سيرجري، انا ممكن اديله ايونوتروبيك ثيرابي. تمام. وقال لك ايه؟ كونتينوس ايونوتروبيك انفيوجن، وقالوا ممكن نستخدم الكونتينوس اينوتروب انفيوجن للشخص اللي هو مش قادر يعمل ترانسبلانتيشن، فهو بيعمل له مجرد ولا يعمل سيركيلاتوري سبورت. تمام. ما اعرفش دكتوره تقريبا ما قالتش الجملتين دول، المهم الايونوتروب ثيرابي او قالتهم عذرا. تمام. الايونوتروبيك ثيرابي انا بستخدمهم ايه؟ للكارديوجينيك شوك والسيرجري والكاردياك ترانسبلانتيشن. تمام. الكونتينيوس لو شخص مش قادر يدخل العمليات يعمل ترانسبلانتيشن او مش عارف يحط حاجه ميكانيكال سيركيلاتوري سبورت. تمام. كده نكون خلصنا المحاضره، نراجع بس على الكارديومايوباثي سريعا. احنا قلنا الكارديومايوباثي ده عباره عن ايه؟ اللارجمنت في القلب. قالك ان هو برايمري وسكندري، برايمري عندنا جينيتك وميكسد واكوايرد، وعرفنا ايه المهم فيه والسكندري. تمام. قلنا الدياجنوزس هو عباره عن مشكله يا اما سيستميك كونجيشن يا اما بالمونري كونجيشن يا اما الاثنين مع بعض، هم جمعوا الاثنين مع بعض وحطوهم في هيستوري وفيزيكال اكزام مع بعض. تمام. الديفرنشال دياجنوزس قلنا اي مشكله في البالمونري سواء هايبرتنشن سواء امبوليزم سواء اي سيفير ديزيز، وقلنا الكونستريكتيف بريكارديتس دي ديفرنشال دياجنوزس خصوصا الريستريكتيف كارديومايوباثي.
مقولك ممكن يكون عنده انيميا اصلا. تمام، الكلام ده نفس الكلام اللي تحت عموما، يعني اللي هو الاي سي جي هتلاقي، الاي سي جي هتلاقي الليفت فنتركل هايبر تروفي، هتلاقي البري رينال ازوتيميا، ديت ازوتيميا دي بسبب ان هو اللو كاردييك اوت بوت للكدني، فبتعمل البتاع دي هايبر بولونيميا، طبعا لو كاردييك اوت بوت للليفر. تمام، هتلاقي انيميا هايبوناتريميا برضو، هتلاقي الفيشن في التروبونين اللي هو الكاردييك، الكاردياك ماركر في مشكله، مشكله في القلب، فالكاردياك ماركر هتطلع. الليفر فانكشن، اليوريك اسيد، طبعا ما الجسم كله ما بيشتغلش بطريقه كويسه علشان لو كاردياك اوتبوت. التستس احنا قلنا ده قلب، فاعمل اول حاجه اي سي جي هلاقي الكهرباء متلخبطه، هعمل شيست راديوجراف، شيست هلاقي كارديوميجالي، طبعا ده كارديوميوباثي يعني كارديوميجالي، هتلاقي بلورال افيوجن لان هو رد على البلمونري، وهلاقي الفاسكولار ماركينج بسبب ايه الكونجيشن. في الايكو كارديوجراف هلاقي بقى الدايليتد كارديوميجالي الفور شيمبر عندها انلارجمنت، اما في الهايبرتروفي هلاقي الليفت بس، في الريستريكتيف هلاقي الرايت بس. تمام تمام، ممكن اعمل ام ار اي، ممكن اعمل ام بي اي، ام بي اي ده في الاونست، في النيولي اونست ليفت فنتريكولار ديسفانكشن. تمام، الميديكيشن قلنا هعالجه كانه هارت فيلير، اي سي انهيبيتور، لوب دايوريتك، بيتا بلوكر، ودايجوكسين. اخلي بالي بس من الكونترا انديكيشن لان هي ممكن تدخلني وتعمل لي مشكله اكتر. البيركويشن طبعا مهمه، وان انا اشوف الالكترولايت كل شويه، والسكند لاين اللي هو الايونوتروبيك ثيرابي. كده المحاضره تكون خلصت من الداتا، اتمنى تكون استفدتوا وفهمتوا، ما وقعتش حاجه في النص، ما كنتش ضيعت لكم وقتكم، واتمنى تدعوا لي وتدعوا لكل التيم عموما يعني، ومستنيه الفيدباك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.